مرحبا بكم سيداتي وسادتي في حلقة جديدة من حلقات قل رأيك اجهر، واليوم مع الفصل الثالث مع دماغك المخادع، الدليل العلمي لمهارات التفكير النقدي. وهالفصل يتكلم عن أخطاء الانطباعات الذهنية. نرحب بكم جميعا بالشات ومن سيأتون بعد ذلك، عفوا، ونتمنى أن تكون رحلتكم العقلية اليوم رحلة جميلة. بصراحة أنا شخصيا يعني يعجبني هذا الكتاب، وهو عبارة عن محاضرات أيضا على النت يقدمها الدكتور ستيفن نوفيلا بنفسه. يبدأ الكاتب في هذا الفصل بمحاولة لاستكمال استكشاف كيف تكون نشاطات الدماغ في اللاوعي خادعة ومفبركة، وذلك بالتطرق إلى كيفية تكون الانطباعات الذهنية. ولكي يوضح ذلك فهو يضرب بعض الأمثلة فيقول: في يوليو 17 من سنة 1996 تحطمت طائرة TWA رحلة رقم 800 مباشرة بعد إقلاعها، وكان هنالك الكثيرين من الشهود العيان الذين أكدوا أنهم رأوا قذيفة أو شريط ضوئي متجه نحو الطائرة، أي أنه تم قذف الطائرة بشريط أو بقذيفة. هذا مع العلم بأن جميع التحريات المكثفة، سواء تلك التي قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI أو المجلس الوطني للنقل والسلامة، أكدت جميعها بأنها لم ترى أي أثر لأي قذيفة. فماذا كان إذن ما شاهدوا كل هؤلاء الشهود العيان؟ وفي عام 1978 نشرت الجرائد المحلية في هولندا خبر هروب باندا أحمر اللون من حديقة الحيوان بمدينة روتردام. فتقدم المئات من الأشخاص ومن جهات عديدة من المدينة بتقارير تفيد أنهم شاهدوا الباندا الأحمر. والغريب بالأمر أنه تبين لاحقاً أن الباندا كان قد قتل خارج أسوار حديقة الحيوان حال هروبه، أي أن الدب مات قبل نشر القصة بالجريدة وقبل أن يتقدم أحد بتقرير لرؤيته للباندا. فعلى أي أساس قدم مئات الشهود تقاريرهم برؤية الباندا الأحمر؟ ولا وفي أماكن متعددة أيضا لا يمت أحدها صلة بالأخرى. الأمر المؤكد هو أن جميع التقارير كانت خاطئة، حيث لا يمكن أن يكون أي من هؤلاء الشهود العيان قد رأوا الباندا الأحمر. فماذا رأوا إذن؟ هل كان شيء ما في مخيلتهم؟ وهنا يطرح السؤال الجوهري نفسه: هل رؤية الشيء يجعلنا نعتقد أنه موجود، أم أن اعتقادنا بأنه موجود يجعلنا نرى؟ أعيد مرة ثانية: هل رؤية الشيء يجعلنا نعتقد أنه موجود، أم أن اعتقادنا المسبق به بأنه موجود يجعلنا نرى؟ وهنا تبدأ مهمة الكاتب بإقناعنا في هذه المحاضرة بأننا في الواقع لا نستطيع الثقة بكل شيء نعتقد أننا نرى أو نتصوره. فهنالك الكثير من العيوب بالطرق التي تقوم بها أدمغتنا ببناء هذه التصورات. فتصوراتنا ليست كشريط تسجيل أو فيلم تصويري كما نراه بالواقع، بحيث تكون التفاصيل مسجلة كما حصلت في الطبيعة. في الواقع أدمغتنا نشطة جداً بخلق صورة لما يحدث حولنا، تكون مبنية أساساً على جزء بسيط جداً من جميع المعلومات الحسية التي تصل لأدمغتنا، مما يعرضها لاحتمالات عديدة من الخطأ والتحوير لما يحصل بالواقع. إن كنت ممن جرب خدع خفة اليد، أو كنت منبهر بالسحرة وهم يضعون أيديهم في القبعة الفاضية ويخرجون منها الأرنب والشرائط الملونة، فأنت
فأنت لست لوحدك. فمنذ قرون عدة والسحرة يعرفون نواقص المعالجة المركزية في الدماغ، وهذا ما يجعلهم يطورون خبرات عملية لعمل الخدع السحرية في ظهور أو اختفاء الأشياء مباشرة أمامك دون أن ترى أو تتصور أنها تحدث بالفعل. وهم بالتأكيد يقومون بذلك من أجل تقديم عروض ترفيهية، لكن هذا لا يعني أن البعض منهم لا يحاول استخدام تلك الخدع لأسباب مشينة. مثال آخر على من له قدرة على معرفة الطرق التي تقوم بها أدمغتنا بمعالجة المعلومات هم الرسامون، وهؤلاء استغلوا ذلك في خلق تأثيرات معينة على اللوحة الفنية التي يرسمونها، وعن طريق الممارسة تطورت لديهم قوانين للتصور الذهني والأبعاد، فصارت لديهم قدرة على خلق صورة ذات أبعاد ثلاثية يعني مجسمة على لوحة ببعدين أو على ورقة ببعدين. بالطبع هم لا يملكون معرفة واعية في علم التشريح العصبي، لكنهم مع ذلك صار لديهم مع الممارسة معرفة عملية بكيفية عمل النظام البصري، وكيف ممكن أن يخلق دماغ المشاهد ما يعتقد أننا نرى، أي كيف سنقوم نحن برؤية المجسد بالأبعاد الثلاثية على ورقة ثنائية الأبعاد. لكي نفهم ما يقوم به الدماغ من مظاهر خلق الصورة الكاملة الواردة من مدخلاتنا الحسية، يقوم الكاتب بطرح ظاهرة الخدع البصرية، مؤكداً أن جميع أنواع هذه الخدع تكون عندما يخلق الدماغ تصور حسي لا يطابق الواقع كما رأينا بالمثال السابق، أي بالرسام عندما يرسم المجسمات على ورقة ذات بعدين. بصورة عامة تبدو لنا الأشياء في عالمنا وكأنها ثابتة ومضبوطة لما نراه أمامنا بالواقع، هذه القاعدة العامة، وهذه خاصية يطلق عليها علماء النفس بالاستقرار أو الكونستنسي. أما الخدع البصرية كتعريف فهي تمثل استثناء لقانون الاستقرار، لأنها تحدث في الوقت الذي تكون فيه الأشياء إما غير مستقرة أو لا تتفق مع الواقع، أن يكون هناك شعور فطري لدينا بعدم استقرار أو هناك تناقض أو شيء ناقص لما نعتقد أننا نراه بالواقع. وهذا مرده أن الدماغ عليه أن يفترض الافتراضات لما هو ممكن أن يكون حقيقي، ثم يقوم بمعالجة هذه المعلومات الحسية على أساس هذه الفرضيات، وهذه الفرضيات عادة تكون صحيحة، لكنها عندما لا تكون كذلك فهذا ينتج الخدع البصرية. الخدع البصرية المفبركة تكون مصممة بالخصوص، يعني في ناس يصممونها بالخصوص لكي تستغل الطرق المعروفة للدماغ في معالجة المعلومات، وهناك عدة أنواع منها يعطينا الكاتب أو المؤلف بعضها. يقول هنالك التصورات الخاطئة التي تستغل الطرق التي يقوم بها الدماغ ببناء صور ثلاثية الأبعاد من مدخلات ذات أبعاد ثنائية كما رأينا ذكرنا سابقا، فالمدخلات البصرية تكون جميعها ثنائية الأبعاد، فشبكية العين سطحها مسطح بانحناء، والدماغ عليه أن يستشف من المدخلات الثنائية الأبعاد عالم ثلاثي الأبعاد بقياسات نسبية ومسافات وحركة على سبيل المثال، وهي تعمل ذلك في الغالب عن طريق الرؤية المجسمة أو هذا المصطلح العلمي لها اللي هو stereoscopic vision، فكون مدخلاتها تكون من عينين اثنين يجعلها تستطيع مقارنة بين الصورتين، لكن حتى مع مدخلات العين الواحدة، ويمكنك أن تختبر ذلك بنفسك، ما تغلق عين مثلا أحد العينين، حتى مع العين الواحدة يستطيع الدماغ أن يستشف وبطريقة معقولة عن العالم حولنا بأبعاده الثلاثية.
هنالك الخدعة البصرية التي تكون أيضا مبنية على الظلال. أنتوا فيكم رسامين ورسمتوا تعرفون الظلال والأحجام النسبية، كيف لما يكون الحجم صغير يعني معناته ممكن يكون بعيد، ممكن يكون هو صغير أو ممكن يكون هو بعيد بالصورة، فيعطيك الإيحاء ببعد الصورة، أو أن الظلال تشوفها مثلا بطريقة لما تظل المكان يبين يعطيك تناقض مع الضوء، فيعطيك إحساس أن الضوء جاي من طرف من الرسمة مثلا. وهناك الخدعة البصرية التي تسببها أيضا محفزات غامضة، فيقوم الدماغ بتركيب الصورة بأكثر من شكل واحد. هذا يعتمد على كل واحد. ساعات مثلا هذه نشوفها في الرسومات التشكيلية، كل شخص يشوف في هناك محفزات غامضة عن طريقها يرى الشخص، كل شخص يرى الصورة بصورة معينة يعني أو مختلفة عن الشخص الآخر. هذا ما يقوم به الدماغ، ومن ثم يقوم بالتبادل ذهابا وإيابا بين هذه التركيبات المختلفة بالصورة ليكون الصورة النهائية. كما توجد بالدماغ الصور التي تأتي بعد الحدث الخاص بالخدعة البصرية، يعني مثلا عندما يبدأ يتأقلم النظام البصري أو عينك مع الإضاءة والألوان، فسينتج من ذلك التأقلم صورة استدراكية لما هو لم يكن موجودا بالأساس. يعني ممكن أنت تكون ظلمة وبعدين تكون في مكان مضوي شديد الإضاءة وبعدين ينطفي الضوء، فأنت الصورة اللي تكون كونتها في دماغك قد لا تكون حقيقية، يعني تكون قريبة من الواقع ولكن ليست حقيقية. ومن الأمثلة المثيرة للانتباه هي تلك التي نجدها بالخدع الخاصة بالظلال. فعندما يقع ظلال ظل الشمس على رقعة مرسوس، يعني الظل اللي يعمله الشيء لما يعترض أشعة الشمس على رقعة مرسومة عليها مربعات متماثلة بالمحيط واللون، فالمربعات التي تكون واقعة في داخل حدود الظل ستبدو لنا وكأنها أفتح من المربعات الواقعة خارج حدود الظل، مع أنها بالواقع متماثلة تماما. وتستطيع أن تحرك المربعات وتحطهم جنبا إلى جنب عشان تتأكد هي بالضبط نفس اللون ونفس الشيد ونفس الحجم، لكن لما تظل اللي يكون في ظل على جزء منها المربعات اللي بالظل حتبين أنها منورة أكثر من أو لونها أفتح من المربعات الثانية اللي بالضوء. هذا لأن دماغك يجعل المربعات بداخل حدود الظل تبدو أفتح نسبة إلى تلك الواقعة خارج حدود الظل، وتلك الواقعة خارج حدود الظل تبدو أغمق بالنسبة إلى تلك الواقعة داخل حدود الظل. هذه طريقة معالجة يقوم بها الدماغ بتعديل ظلال هذه المربعات، بحيث لا يمكنك أن تتعامى عن هذه الخدعة البصرية حتى لو كنت تعلم ما يحدث بالضبط. يعني حتى لو كنت تعرف أن هذول المربعين بالضبط متطابقين، فأنت ما تقدر أنك ما تشوفه هذا اللي تشوفه، يعني حتى لو كنت تعرف ذلك. نفس الشيء بالنسبة إلى الحجم، فمثلا أفق القمر ما هو إلا خدعة، فالقمر عندما يكون عند خط الأفق فإنه سيبدو وكأنه أكبر بالحجم عما هو عندما يكون موقعه عمودي فوق الرأس، لكننا نعلم أن حجم القمر واحد وما يتغير، وأن ما نراه ما هو إلا خدعة بصرية مردها أنه عندما يكون القمر بخط الأفق فهناك أشياء مثل الأشجار والمباني وغيرها من اللي تعطي منظور نسبي فتبدو أكبر بالمقارنة، لكن عندما يكون القمر عاليا بالسماء لا يوجد حوله ما يمكننا أن نقارنه به، ولذا يبدو أصغر نسبيا. أو إذا كان في نجوم مثلا معه راح نشوفه أكبر من النجوم مع أن النجوم أكبر منها في الواقع. بعض الخدع البصرية تكون للصور ذات الأبعاد الثلاثية، فالدماغ بهذه الحالة يقوم بعمله كالمعتاد في وضع الفرضيات عن الحجم والأبعاد والموقع النسبي. هذه الفرضيات تكون مبنية على ما هو بالغالب معلومات صحيحة،
لكن ماذا يحدث عندما تكون واحدة من هذه الفرضيات أو أكثر غير صحيحة؟ هنا سيقوم الدماغ ببناء صورة ثلاثية الأبعاد تكون غير مطابقة للواقع، وستكون القدرة على تقدير المسافات بغاية الأهمية هنا. وليس هناك من لديهم مناعة من هذه العوامل المسببة لحالات الرؤية الضعيفة عندما لا يكون هنالك مؤشر قياس واضح، مثلاً مثل ما شفنا بالقمر. فحتى لو كنت كابتن طائرة ذو خبرة أو خبير بالمراقبة، فهذا لا يجعل دماغك قادراً على بناء ما هو مخالف عن بقية البشر، أو يجعل لك مناعة ضد هذه الخدع البصرية. ومن الأهمية بمكان أن نتذكر بأن الصورة الثلاثية الأبعاد ما هي إلا تراكيب تحدث داخل دماغك أنت. هنالك أيضاً ما يسمى بالانتكاسات الحسية، وهذا منشأه التحفيزات الغامضة للدماغ كي يركب الصور بطريقة مختلفة بأوقات مختلفة. لاحظوا إحنا ما نتكلم عن الأشخاص اللي عندهم مشاكل مرضية، نحن نتكلم بصورة عامة عن كل يعني عن أي دماغ نموذجي، يعني لأي شخص. هنالك عندنا أيضا خدعة المكعب الكلاسيكي، مثلا عندما يكون لديك صورة ذات الأبعاد الثنائية لمكعب بثلاثة أبعاد، أي مجسم على صورة ثنائية الأبعاد، حيث ممكن أن ترى أي وجه للمكعب متجها لناحيتك في وقت ما، وفي دماغك ممكن أن ينقلب المكعب إلى الداخل والخارج، فتكون واجهته من ناحية مرة وناحية ثانية مرة أخرى. هنالك أيضا خدعة الخيال المغزلي الدوران، مغزلية الدوران. ولو أبو الحكم تحط لنا الصورة مالت البنت الراقصة، أو وهو خيال لفتاة ترقص بصورة تشبه الرقص الصوفي بالدوران حول نفسها. أبو الحسن حطيت لنا الصورة؟ أنا ما أبو الحكم، لأني ما أشوف. أبو الحكم؟ معك روبي، لحظات. أوكي، خلينا نحط الصورة على أساس يكون أسهل إنه يشوفونها. أوكي. هذه أيضا خدعة الخيال المغزلي الدوران، وهو خيال يعني لفتاة ترقص بصورة تشبه الرقص الصوفي بالدوران حول نفسها. فإذا ركزت النظر عليها فسوف يقوم دماغك برؤيتها أما تدور مع دوران الساعة أو عكسه، وإن دققت النظر لمدة أكبر فستراها تلتف للناحية الأخرى. يعني إذا أنت شفتها تروح مع عقارب الساعة، إذا ركزت عليها بعدين أكثر ممكن تشوفها تدور عكس الطريقة اللي كنت تشوفها فيها قبل ذلك. وذلك لأن الخدعة لدوران الخيال متوافق مع الدوران بأي ناحية يستطيع دماغك أنت أن يركبها من حيث الظل والمنظور. راح نحط لكم عموما رابط لهذا الفيديو لهذه الفتاة أسفل الفيديو. أوكي. والأبحاث الخاصة بكيفية رؤية الخيال المغزلي الدوران بينت أيضا بوجود تأثيرات أخرى مثل المنظور الانحيازي. فمثلا أدمغتنا تفترض أن الضوء قادم من الأعلى، وهذا الضوء منحاز لكيفية تركيبنا للصورة، فيجعلها تبدو وكأنها تتحرك بجهة معينة أكثر من جهة أخرى. يعني مو كلنا نرى البنت تتحرك في جهة واحدة أكثر من جهة الأخرى، في بعضنا نراها من جهة معينة وبعضنا الآخر للجهة الأخرى. أول شيء نشوفه في الصورة هو يبين انحيازنا من الضوء كيف جاي، فنراها بالطريقة التي إحنا نركبها، أدمغتنا تركبها.
وأحد المحفزات الكلاسيكية الغامضة تكون ظاهرة بصورة الفتاة والمرأة العجوز. عندك الصورة أبو الحكم تقدر تحطها الحين. أعتقد أن أغلبكم شاف، يمكن إذا ماخذين كورسات إدارة أو ماخذين كورسات علم نفس أو حتى كورسات اقتصاد، دائما يضعون هذه الصورة مشهورة جدا، وهي صورة لصورة لامرأة وفتاة صغيرة مرسومة بحيث أنك تشوفها من الوهلة الأولى، هل هي فتاة صغيرة أم هي امرأة عجوز. في هذه الصورة أنت دماغك يركب صورة خاصة لامرأة عجوز مثلا تنظر لجهة معينة، أو حتى أو لفتاة في ريعان الشباب تنظر لجهة أخرى. والحافز الغامض ممكن أن يتركب بطرق مختلفة لا نعلم ما هذه الطرق، بس هو دماغك الذي يعني يعمل أولوية أنه يشوفها كبنت صغيرة أو يشوفها كعجوز كبيرة. هناك أيضا خدعة الحصان المموه، وهي صورة لمنظر طبيعي يظهر فيه صخور، أعتقد وايد منكم شايفينها، هي منظر فيها مثل صخور يعلوها الثلج، لكن الصخور والثلج تم وضعها بالصورة بطريقة معينة كي توحي بوجود أحصنة بيضاء ببقع بنية، وقد يكون دماغ قادر أن يكون صورة لهذه الأحصنة أو لا يفعل. يعني بعض الناس ممكن يطالعونه وما يشوفون الحصن، لكن إن فعل وشاف الحصن ما تقدر توخر الصورة هذه من ذهنك، لأنها راح ستكون منطبعة، كل مرة تنظر إلى الصورة سترى الأحصنة، فيصعب عليك يعني إنك تبدل الصورة. والرسام هنا يضع الإطار العام للأحصنة، هو اللي يسوي إنه يضع الإطار العام للأحصنة ليعطيك نوع من الإيحاء أن هنالك حصن موجودة. لو تلاحظ الحصن في هذه الصور ليست كاملة، هي فقط إطار للرأس مثلا أو إيحاء لرجل، فإن تمكنت من رؤيتها فسيقوم عندئذ دماغك بملء الإطار بالتفاصيل الصغيرة ويأخذ اسم الشكل مكانه بالصورة. أيضا سنقوم بوضع رابط لهذه الخدعة. كل هذه الأنواع من الخدع البصرية لها علاقة مباشرة برؤية الناس، ومنهم قواد للطائرات رؤيتهم لليو اف او أو المركبات الفضائية. فعلى سبيل المثال في سنة 1997 قدم قائد وركاب هليكوبتر تابع للجيش الأمريكي تقرير برؤيتهم لما اعتقدوا بأنها طائرة أخرى كانت على وشك أن تصطدم معهم أو تصطدم بهم، فقاموا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي ذلك، لكنه تبين بعد ذلك أن ما شاهدوه كان بالواقع بالون مايلر. وهذه البالونات احنا نشوفها بالمناسبات اللي هي معدنية اللي نمليها بغاز الهيليوم وتطير في الأجواء. وقد نتوقع من كابتن الطائرة وهو الشخص ذو الخبرة في قيادة الطائرات أن يكون قادراً على التفرقة بين بالون وطائرة أخرى، لكن هذا لم يحصل، فدماغه وضع الافتراض الخاطئ عن المسافة بينه وبين البالون، وكل شيء ترتب بالخطأ من هذه النقطة. في هذا الوضع سيكون دماغك قادراً أن يرى الشيء وكأنه بعيد عنك، يعني يكون إذا هو صغير ممكن الدماغ يشوفه بعيد ويتحرك باتجاهك بصورة سريعة جداً لأن أنت من يتحرك باتجاهها، فتراها وكأنها بعيدة وتجي تتحرك ناحيتك. وهذه دائما نشوفها لما نوقف على الإشارات المرور، تكون انت واقف حاطري لك على البنزين بعدين شخص يحرك السيارة شوية لقدام تحس وكأنك رجعت لورا، فهذا بالضبط اللي يحصل مع البالون في الحالة ان هو كان رايح ناحيتها فتوقعها ان هي طائرة، لكنها لانها صغرها معناتها ان هي بعيدة وانها جايه وتريد تواجهه متجهه بناحيه بسرعه كبيره، بينما كان الاحتمال الاصح انها كانت مجرد بالون صغير يطير بالاكل. يعني انا ما اريد اقاطعك، بس هاي الجمله الاخيره اللي قلتيها صايره بي كثير انا بالسياره. نعم كلنا. نعم.
مثال آخر على رؤية اليو اف اوز. اليو اف اوز اللي هم unidentified flying objects، اللي هم رواد فضاء، مش رواد فضاء بس مخلوقات فضائية. هو ما عرف ما عرف بأضواء ستيفنفيل لايت أو ستيفنفيل، مدينة ستيفنفيل. فمن 8 يناير عام 2008 شاهد بعض الشهود العيان مركبة فضائية بطول ميل، والتحريات أفادت بعد ذلك بأن هذه كانت مشاعل قامت برميها طائرات F-16، أي كانت مجرد أنوار. قامت أدمغة الشهود بتركيبها من خلال توصيل النقاط لتبدو وكأنها مركبة فضائية لليو اف اوز. وهذا شيء يقوم الدماغ بالعادة في عمله عندما يريد بناء صورة للعالم من حولنا، أي أن يقوم بملء الفجوات بالخطوط العريضة أو إيصال النقاط بما يجب أن يكون عليه الشكل اعتماداً على الفرضية المسبقة التي يوحي إليها الشيء. يعني هذولي شافوا الأضواء والعقل قام أو الدماغ قام بتوصيل هذه الأضواء الثلاثة مع أن كانوا بعاد عن بعض وملء الفراغات ليروها وكأنها مركبة فضائية. وبهذه الحالة هم وصلوا ثلاث نقاط منفصلة عن بعضها البعض لرؤيتها وكأنها شيء بطول ميل. وفي هذه ممكن تكون، يعني هذه الأشياء قد في هذه الحالات اللي مثلا ذكرناها لم تكن خطيرة، لكن هذه الخدع البصرية أو الدماغية ممكن أيضاً أن تكون خطيرة أحياناً. يعطي المثال معركة لوس أنجلوس ليبين كيف ممكن أن يملي علينا الوضع الراهن، حتى يعني إذا في وضع راهن حالة نفسية معينة فممكن أيضاً نرى أمور ليست موجودة بالواقع. ففي فبراير 25 من عام 1942 انطلقت أكثر من 1400 من مضادات الطائرات على غارات جوية استهدفت لوس أنجلوس، غير أنه اكتشف لاحقاً بأن جميع الغارات الجوية كانت بسبب انذار كاذب ربما كان منشأه أجواء الحرب قبل الحرب العالمية الثانية، أو ربما كان ما أثار الإنذار الكاذب شيء غير ضار، يعني مثل بالون قياس الطقس مثلا. لكن الجنود الذين استخدموا هذه المضادات لابد أنهم كانوا يصوبونها على أشياء يرونها، وبدت لهم كطائرات غازية للساحل الغربي من الولايات المتحدة. ومن ثم يقوم الكاتب بشرح كيفية قيام أدمغتنا على تركيب صورة واحدة في رؤوسنا من المدخلات الحسية المختلفة، يعني من النظر، من اللمس، من الشم، كلها هذه كيف يقوم بوضعها مع بعض كي نرى الصورة المتكاملة. قد تؤثر بعضها على البعض الآخر وساعات تناقضها. فأدمغتنا بهذه الحالة ستقوم بمقارنة الأنواع المختلفة للمدخلات الحسية وخلخلتها حتى يكون بإمكانها تركيب صورة واحدة سلسة لجميعها، حتى لو تطلب ذلك تعديل مدخل حسي معين أو مدخل حسي آخر كي يتم التطابق. أحد الأمثلة على ذلك هو ما يعرف باختبار تذوق النبيذ لمورو لمورو بروشي ودوباردو، والذي تم في عام 2001. ما فعلوه هؤلاء العالمين بهذا الاختبار هو أنهم استخدموا ألوان الطعام لصبغ النبيذ الأبيض باللون الأحمر، ثم قاموا بإعطاء النبيذ الأحمر لخبراء تذوق النبيذ وطلبوا منهم وصف ما تذوقوا. وهذا على فكرة دائما المحلات النبيذ الكبيرة دائما تقوم بوضع يعني هم يقومون بعمل اختبارات لنوعية أو جودة هذا النبيذ عن طريق هؤلاء الخبراء.
وكل ما وضعوا عليه درجات أكبر كل ما طبعا يغلى سعر النبيذ. وهم لهم الكلبز ملوتهم، لهم طريقة لمسك الكأس بحيث أنه ما يشمون ريحة الإيد، يعني لهم طرق معينة بحيث أنه يعرفون، حتى بعضهم يعرف اسم الواين، ممكن يعطيك اسم النبيذ. أو بمعنى آخر هم وصفوا النبيذ الأبيض، وكان هذول شنو سووا هذول لما جربوه، وصفوا النبيذ الأبيض وكأنه كان نبيذ أحمر، أي تم خداعهم كما يبدو، أو بالأصح تم خداع الحس المتطور والمتقدم لديهم في تذوق النبيذ من مجرد تغيير باللون للنبيذ الذي اعتقدوا أنهم يذوقونه. وفي دراسة متصلة قام بروشي بوضع نفس النبيذ بزجاجات أخرى مختلفة مع وضع ملصقات أسعار متفاوتة بين الغالية جدا والرخيصة على كل زجاجة، ثم قاموا بتقديمها لخبراء تذوق النبيذ وطلبوا منهم أن يقارنوا بينها ويصنفوا جودتها بالدرجات. والمفاجأة كانت أنهم قاموا بإعطاء الدرجات العالية للجودة للنبيذ الأغلى سعرا، ودرجة الأقل جودة للنبيذ الرخيص، مع أن النبيذ في كلا الحالتين كان نفسه. وهنا يمكننا أن نرى كيف أنه تم التأثير على انطباعنا وبصورة دراماتيكية لمجرد التوقعات، وحتى الخبراء لم تكن لديهم مناعة لذلك. انطباعنا عن الجندر هو أيضا خليط من أنواع مختلفة من المدخلات الحسية. قد تعتقد أنه حس نظري محض، أي نعرف بالنظر إن كان الشخص ذكر أو أنثى، لكن هنالك دراسات كثيرة تدل أن ما نراه بالجندر يكون متأثرا بالصوت الذي نسمعه، وخصوصا عندما يكون المدخل النظري غير واضح أو خنثوي، وعندها سوف نرى الشخص كذكر إن كان مصاحبا بصوت خشن، وكأنثى إن كان مصاحبا بصوت ناعم. نفس البحوث أيضا تبين أننا نستجيب بصورة أفضل للمدخلات الحسية المتوافقة، أي عندما يتطابق الصوت مع الوجه الذي نراه والحركات التي تصاحبها، على خلاف ما يحدث للمدخلات الحسية غير المتوافقة، والتي في بعض الأحيان يصعب على أدمغتنا مهمة تركيب المدخلات الحسية المتنافرة مع بعضها البعض. ومثال جيد على ذلك هو كيفية استخدام أدمغتنا للمدخلات الحسية المختلفة لتقوم بمهمة تركيب الصورة، نراه بما يسمى بتأثير المكارك. هذه أيضا فيديو راح نحطه بالأسفل الفيديو هذا، للأسف ما نقدر نحط هذولي لأن يعني ما نبي يسكرون علينا القناة، اسمه مكارك إفكت، وهو اسم للباحث الذي وصفه. في هذا الفيديو الأصوات تكون المنسجمة التي نسمعها تكون متأثرة بحركات الفم التي نراها. فمثلا لو أنك سمعت صوت با وأنت تشاهد فيديو لشخص يقول با أو فا أو دا أو فا، فإنك ستسمع بالواقع ما تراه يقال بالفيديو حسب حركة الفم، مع أن الصوت المصاحب في كل الأحوال واحد وهو با، وذلك لأن أدمغتنا تقوم بتعديل الصوت ليطابق حركة الفم الذي نراه بالصورة. وهذا مثال على كيفية قيام أدمغتنا بتحديث وتعديل وتركيب المدخلات الحسية. مثل ما قلت لكم الرابط راح نحطه أسفل صورة، يعني شيء amazing صراحة. هناك أيضا مسألة التوافق الزمني بين الأصوات والمشاهد البصرية، فالتصفيق اليدوي يبدو وكأنه متزامن بالصوت والصورة، لكننا نعلم أن الموجات الضوئية المنعكسة من اليد للعين تكون أسرع بكثير من الموجات الصوتية الصادرة من التصفيق سوري. وعليه فنحن نستقبل مدخلتين حسيتين ليسا متزامنين عند وصولهما لنا بنفس التوقيت، وذلك أيضا يتطلب وقت إضافي
ولو كان ضئيل لكي يقوم الدماغ مثلا بمعالجة هذه المعلومات. لكننا عندما ننظر إلى الشخص يصفق بيدي فنحن نرى حدثين يبدوان وكأنهما متزامنين بدقة كبيرة، وهذا هو التركيب الوهمي أو الخادع الذي يقوم به الدماغ. فالدماغ يقوم بعمل التوافق الزمني للحدثين لأنه يعلم مسبقاً بأنهما من المفروض أن يكونا حدثا بنفس الوقت. في الواقع طالما كان الفرق بين المعلومات البصرية والسمعية 80 ملي سكند أو ملي ثانية أو أقل، فالدماغ سيركبها وكأنها متزامنة. وعليه إن صفق شخص يده وتحرك تدريجياً بعيداً عنك بحيث يصبح الفرق في التوقيت السمعي والبصري أكبر فأكبر، فسوف يبدو لك أنه متزامن حتى يصل الفرق بينهما لأكبر من 80 ملي بالثانية، والذي سيحدث عندما يبعد الشخص عنه بحوالي تقريباً 90 قدم أو 27 متر. في هذا الوضع ستلاحظ فجأة عدم التوافق بين الحدثين، أي أنه لا يحدث بالتدريج، فالدماغ يحافظ على التزامن حتى تصل لنقطة لهذه النقطة ثم يفرط فجأة فتلاحظ عدم التزامن بين الحدثين. أدمغتنا أيضاً بمقدورها رؤية أو استشفاف المستقبل القريب جداً. فعندما نحاول التقاط كرة البيسبول القادمة نحونا مثلاً، فالثمانون من الملي ثانية التي يأخذها الدماغ لمعالجة المعلومات البصرية سيجعلنا نخطئ الهدف في كل مرة، وذلك لأننا سنكون 80 ملي ثانية متأخرين عما يحدث بالواقع. وقد لا يفرق ذلك معنا في النشاطات اليومية العادية، لكن إن كنت تحاول التقاط كرة تتحرك بسرعة فهذه 80 ملي ثانية تعمل فرقا كبيرا. ولذا فقد تطورت في أدمغتنا فأصبحت تعكس الحركات السريعة بالمستقبل القريب جدا، وذلك لكي تعوض عن هذا التأخير. هنالك مثال آخر يسمى بالمثال العصبي، لأنه لا يحدث للجميع بل لفئة معينة من الأشخاص ممن لديهم ما يسمى بالإحساس المتزامن أو السينستيجيا. والسينستيجيا عبارة عن ظاهرة تحدث عندما يفسر الدماغ أحد الرسائل الحسية وكأنها رسائل حسية مختلفة. والشخص الذي لديه سينستيجيا أو الإحساس المتزامن قد يرى الأرقام أو يسمع الضوء أو يشم الألوان، فبالنسبة له اللون له رائحة، وهذا يحدث لأن جزء واحد من دماغه يفسر المدخلات الحسية لمصادر مغايرة. فإن كنت تستقبل معلومات بصرية في القشرة السمعية فالقشرة السمعية ستفسرها بالطريقة التي تجيدها هي كصوت، فتستطيع أن تسمع الضوء مثلا. وليس واضحا إن كانت هذه السينستيجيا هي تغير بالصور المعلوماتية وحملها من أحد المناطق الحسية لمنطقة حسية مجاورة في الدماغ، أو أن كان هناك توصيلات معينة تمت بينها، فهي بالنهاية عبارة عن أنواع من الأسلاك في أدمغتنا. هذا مع العلم بأنه ولحد ما يوجد بعض السينستيجيا حتى بكل الأدمغة العادية أو التي تسمى بالنموذج العصبي الطبيعي للأفراد. فأدمغتنا تقوم بالفعل بمقارنة المعلومات وتقوم باستخدامها بحيث تصبح المعلومات البصرية تؤثر بالقشرة السمعية كما رأينا بمثال تأثير مكارك. فيوجد بعض التداخل بين هذه الجهات الحسية في الواقع، لكنها ليست بصورة هائلة كما لدى الأشخاص الذين لديهم السينستيجيا. وحتى هذه اللحظة من المحاضرة فالكاتب تكلم عن الطرق التي يقوم بها الدماغ بتركيب المعلومات الحسية التي يتلقاها، فيفترض الافتراضات ويعدلها ويبرز أشياء معينة على سبيل المثال لكي تصبح المعلومات مفيدة لنا. لكننا وبنفس الوقت رأينا كيف تقوم أدمغتنا بتقديم الحقائق الملتوية والأخطاء. وهنا يقوم بالانتقال للجزء الثاني من المحاضرة ليبين لنا الطرق التي ننتبه بها لهذه المعلومات الحسية. فالانتباه جدا مهم
في هذه الحالة لعمل الانطباع، وذلك لأننا معرضون لوابل من الكميات الهائلة من المعلومات الحسية، ولا يمكننا أن ننتبه حتى للجزئيات الكبيرة، فما بالك لجميعها وبنفس الوقت. ولذا فنحن نقوم بفلترة أغلب المعلومات الحسية التي تصلنا، وننتبه لأجزاء صغيرة جدا من تلك التي تعتبرها أدمغتنا بأنها معلومات مهمة. هذا ما يعرفه السحرة أيضا، كيف يستغلونه. هم يعرفون كيف يجعلون دماغك ينتبه لمنطقة واحدة أو لحدث معين وتتجاهل تماما ولا تبصر بالمرة حدث آخر يحدث، حتى لو كان هذا يحدث أمام عينيك. ولقد تم عمل تجربة مشهورة لبيان غرابة ما يحصل، وهذه التجربة أنا شخصيا حضرتها في أحد المحاضرات الخاصة بالإدارة. في هذه التجربة يقدم المحاضر فيديو بعد أن يطلب من المشاهدين أن يركزوا أو ينتبهوا لنشاط معين من الذي يحدث بالفيديو. يعني الفيديو كان، راح نحط لكم أيضا عليها رابط تحت الفيديو، يقول لك مثلا في فريقين، فريق لابس أبيض وفريق لابس أسود، ويمررون كرة بيناتهم، فيسألك المحاضر يقول لك كم عدد المرات التي مرر بها اللاعبون الكرة بالملابس البيضاء، بينما وبنفس الوقت هنالك يحدث حدث مثير يحدث بالفيديو أمام عينيك ولا ترى. يعني أنت بالنهاية بعد ما يخلص الفيديو يقعد يسألك كم عدد المرات، كم مرة حسبتهم، كل واحد يقول مثلا رقم معين، بعدين يقول لك هل لاحظت الغوريلا في الفيديو؟ أنا من الأشخاص اللي ما لاحظت الغوريلا بصراحة، فلما رجع مرة ثانية وحط الفيديو رأيت الغوريلا لأن كنت عارفة أنه موجود، بس لأن المحاضر لفت انتباهنا لشيء معين وإحنا ركزنا على هذا الشيء لم نرى الغوريلا، مع أن الغوريلا يعني شكله كبير، يعني مو معقولة يطوفك يعني. 60% تقريبا من المشاهدين لن يروا هذا الحدث بالمرة، فهم غير منتبهين بالمرة لحدث كبير يحصل أمام عينهم، وذلك لأنه تم إرشادهم ليقوموا بالتركيز على جزئية أخرى مما يحدث بالفيديو. فالواقع فتركيزنا أيضا ممكن أن يتشتت، أي ممكن أن نكون مركزين على جزء واحد من مجالنا البصري ومتجاهلين تماما لرؤية المحيط، أو ممكن أن نكون مراقبين وجاهدين لعدم تشتيت انتباهنا في النسبة الكبيرة من مجالنا البصري. في الواقع فقط الجزء الوسطي من المجال البصري هو الأكثر تفصيل بالنسبة لنا، فإن نظرت مثلا لإبهامك على امتداد ذراعك، لو مديت شري ذراعك وشفت إبهامك، فحجم الإبهام هو بالتقريب يكون المجال التي يكون فيها نظرك 6 على 6، لو كنت طبعا نظرك طبيعي وسليم وصحي. كل مكان آخر أنت لديك نظر ضعيف جدا، وأنت بصورة لا تستطيع أن تنتبه إلى كل جزء في محيط مجالك البصري بنفس الوقت. نحن نميل إلى تحويل أنظارنا، نحركها اليمين وإلى اليسار مثلا في أوقات مختلفة علشان نشوف الدنيا حولنا، وعندما نفعل ذلك فنحن نركز على هذا الجزء فقط من المجال، فتصبح الأشياء في هذا الجزء واضحة، لأن الدماغ سيعالج معلومات أكثر في هذا الجزء بالذات ويخفي كل المعلومات الآتية من الأجزاء الأخرى بالمجال البصري. وهذا مفهوم مهم كذلك، فهو ليس لأننا منتبهين لجزء واحد فقط لمعلوماتنا الحسية، فعندما نعمل ذلك فإننا بالواقع نقضي على المعلومات الآتية من الأماكن الأخرى لكي نحول دون تشتيت أدمغتنا فيما نعتبره معلومات غير ذي علاقة بالموضوع الذي نريد. أوكي، so far ما قام الكاتب بشرحه أعلاه هو ما يسمى بالعمى المقصود والعمى غير المقصود، بعضها أيضا عمى غير مقصود، فنحن عميان للأشياء التي لا نريد أن نركز عليها يعني بالخلاصة. وهناك أمر له علاقة وطيدة لهذه الظاهرة تسمى العمى المتغير، change blindness،
مع العمل المتغير نحن لا نلاحظ أحياناً حتى التغييرات الكبيرة التي تحصل في بيئتنا. فعلى سبيل المثال، لو كنت تنظر إلى صورة مليئة بعناصر كثيرة والصورة تضيء وتنطفي مثل الديسكوتك، بحيث أنك لا تراها بصورة مستمرة، ثم حدثت تغييرات كبيرة في تلك الصورة أو للمنظر بين المضادات الضوئية، فيصعب عليك أن تبصرها ولن تستطيع تلاحظ هذه التغييرات أو أغلبها، لأنك عندئذ ستصاب بالعمى للمتغير. الباحثون عملوا استكشافات للدرجة التي ممكن أن نكون فيها عميان التغييرات الكبيرة. فمثلاً الآن هناك عدة تجارب تبين أنه عندما نتعامل مع شخص غريب مثلاً أو شخص لا نعرفه بصورة شخصية، فهذا الشخص ممكن أن يتغير في خارج منطقتك البصرية، وتقريباً 60% من الوقت الأشخاص لن يلاحظوا أنهم يتحدثون لشخص ممن كانوا يحادثونهم فقط الدقيقة الماضية. حتى التغييرات الكبيرة من مثل تغيير شخص لآخر مختلف كليا ممكن يهرب من ملاحظتنا. فديروا بالكم إذا رحتوا ديسكوتك وفي شخص يتكلم وياكم بعدين راحوا شخص ثاني ممكن أن تغلطون بينهم. ومثال على قدرتنا على عدد قليل من الأشياء بنفس الوقت، اللي يقولون مثلا المالتي تاسكينج، قابلية التعدد وقابلية التعددية في المهام. فهذا المصطلح هو جديد، كان يعني القيام بعمل عدة مهام في نفس الوقت. بيّنت أن الناس ليسوا قادرين أساساً على عمل ذلك. نحن لا يمكننا أن ننتبه لأكثر من مهمة واحدة بنفس الوقت. يعني إذا قلت أنك أنت مالتي تاسكر فأنت يعني لا تعرف ماذا تقول. ما يفعله الناس بالواقع عندما يؤدون مهام مختلفة هو أنهم يحولون انتباههم بين هذه المهام التي يؤدونها، لكن انتباههم مرتبط بزمن معين لكل مهمة وليس لكل المهام بنفس الوقت. في التجارب فقط 2.5% من الأفراد مثلاً تمكنوا من أن يتكلموا ويقودوا مركباتهم بنفس الوقت دون أن يكون هنالك تدني في أدائهم بالقيادة، وهذا رقم صغير جدا. فباقي الأفراد تدنى أدائهم بالقيادة وبصورة ملحوظة بينما كانوا يحاولون أن ينتبهوا لشيء آخر بنفس الوقت. وبتجارب أخرى أيضا بيّنت وبصورة ساخرة أن الذين يعتقدون أنهم يجيدون بأداء أكثر من مهمة في نفس الوقت هم بالواقع أكثر من عانوا في عمل ذلك، وأدائهم في كل مهمة نزل أكثر من غيرهم. وعليه فتشتيت الانتباه يستهلك الموارد المعرفية، وهو بالضبط كأنك تقول بأن لديك 100% من انتباهك إذا قسمت هذا الانتباه بين مهمتين، وبالواقع فإنك تعطي كل مهمة فقط 50% من انتباهك، فيتدنى أدائك ل50% أو أقل حتى، لأنك تستهلك القليل من مواردك للتحول بين المهمتين. وعليه فسيكون هذا على حساب المهمتين معا. عفوا. التحدث بالتليفون النقال أثناء القيادة هو مثال مهم على ما سبق، ولهذا السبب شرعت الكثير من الولايات بأمريكا قوانين تمنع ذلك، لأن قدرتك على التركيز على القيادة وما يصاحبها من مخاطر الطريق سيتدنى عندما تستخدم النقال بالحديد. وعلى كل ما مضى نستطيع أن نقول أن الشهود العيان وبصورة سلبية ملحوظة لا يمكن أن يكون له محل ثقة. فرجوعا ولجميع الأسباب التي قام الكاتب بذكرها حتى الآن حتى هذه اللحظة، فالشهود العيان معرضين للخضوع لانحيازاتهم، ولديهم ثقة خاطئة في صحة ما شاهدوا، وهم معرضين للفبركة لأي اختراع التفاصيل. فلنتذكر أن الدماغ يستطيع أن يبني قصة أو يخترع واقع متسق لما يعتقد أنه يبصره، وجزء من هذا البناء يكون مليء بالفراغات المعلوماتية
والتي يقوم الدماغ بسدها، وهذا ما يسمى بالتكملة أو confabulation. فأدمغة الأفراد تفعل ذلك بصورة أوتوماتيكية لا واعية، فيعتقدون أن هذه الأجزاء التي أضافوها للقصة هي أمور بالفعل أبصروها من الواقع. وعلي فالإبصار ما هو إلا بناء مفبرك، وهذا هو ملخص هذه المحاضرة. الإبصار هو شيء يحدث بداخل دماغك، كل تيارات الأحاسيس الفردية وتعديلها وجمعها ومقارنتها وتغييرها على حسب تلك المقارنة. وفوق ذلك فنحن ننتبه إلى جزء من هذه المعلومات والتي نقوم بغزلها في قصة متكاملة، مضيفين ومكملين التفاصيل الصغيرة، والنتيجة النهائية هي قصة قريبة جدا من عالم الخيال. فالدماغ يخترع الوهم من واقع مستمر منسجم ويملي الفراغات كلما احتاج لذلك، ويقوم بوضع الافتراضات التي تكون بالعادة صحيحة لكنها ليست كذلك في جميع الأوقات، والنتيجة وهم كبير تم تصميمه بالخصوص لخداع الدماغ. وهذا يحصل لنا كل يوم عندما نقوم بأعمالنا اليومية، فلا نحصل على النظرة الموضوعية المثالية للواقع من حولنا، نحن نملك بصيرة غير مثالية تعيق نظرتنا للواقع. هنالك أيضا بنيان ذو مرتبة أعلى، وبحلقات قادمة سيقوم الكاتب بالحديث عن كيف يقوم الدماغ بتركيب المدخلات حسية في أشكال لها معنى، فليس فقط العناصر مما نبصر تم تركيبها، بل أيضا كيف يتم تركيبها بحيث تعني لنا شيئا هي أيضا تكون مؤلفة. وهذا غالبا ما ينتج عنه مناقشات غير ضرورية من يسميهم الكاتب بالإيمان والإخلاص المنطقي، أي الإصرار على نظرتنا الذاتية. لكن لو أننا فهمنا محدودية تصوراتنا فلن نثق بها الثقة العمياء، ولن نقول أنا رأيت الشيء بعيني والرؤية تعني الاعتقاد، فهل أصدق ما تقول وأكذب عيني؟ والأصح أن نقول أعتقد أنني رأيت ذلك، لكن بصراحة لا أعلم ولا يمكنني أن أعرف بالضبط ما رأيت، لأنه قد يكون شيء مفبرك بدماغي. إن تعتقدون أن هذا غريب بالنسبة للدماغ فانتظروا حتى ترون الغرابة الأكبر في الذاكرة، لأن في المحاضرة القادمة سيقوم الكاتب بالحديث، لأنك حالما تبصر شيء ما فهو يصبح ذاكرة، أي أنك لا تملك بالواقع ما تملكه بالواقع هو ذاكرة تكون هي الأخرى مفبركة ومعدلة لما اعتقدت أنك رأيت. في المحاضرة رقم 4 سيقوم الكاتب بإعطاء شرح تفصيلي عن كيفية تركيب الذاكرة. فشكرا لكم، وهذا نهاية المحاضرة اليوم. تفضل أبو الحكم.